ادخل في ظاهرة اغتصاب الأطفال، واحنا بنهتم بهذه القضية لأنها زادت بشكل كبير جدا وبشكل مخيف، وتتطلب انه مجلس النواب كمان زي ما بيهتم كده بالجباية من جيوب المواطنين، وزي ما بيهتم كده ببعض التشريعات اللي أدت إلى سلخ المواطنين، سلخوهم بارتفاع أسعار وبجباية، يهتموا كمان بالقضايا الاجتماعية. هنرجع تاني لارتفاع الأسعار وتأثيرات الخطوات الاقتصادية التي اتخذت على بعض السلع، وهنتنقل معاكم من سلعة إلى سلعة، بس خلونا نشوف الاغتصاب، اغتصاب الأطفال تحديدا. هنشوف واقعتين، الواقعة الأولى تم فيها اغتصاب 4 أطفال، وهنا الناس تتأمل في هذه القضايا. كل عيلة، كل أسرة عندها أطفال، لازم تاخد بالك قوي على أطفالك. في جانب مسؤولية عائلية، وفي جانب مسؤولية اجتماعية، وفي جانب مسؤولية الدولة في سن القوانين وفي حماية الأطفال. أطفال تحديدا، الطفل دايما نقول أطفال أحباء الله سبحانه وتعالى، وهم في عنق المجتمع، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. لكن الظاهرة زادت بشكل كبير ومخيف. هنشوف الواقعة الأولى، اغتصاب 4 أطفال، سواء بقى فيها هنا المسؤولية العائلية موجودة، المسؤولية المجتمعية، مسؤولية المجتمع موجودة أيضا، ومسؤولية الدولة موجودة كذلك. جريمة بشعة بكل المقاييس، لا شيء وراءها سوى انعدام الأخلاق وغياب الوازع الديني الذي يدفع شاباً غير سوي للاعتداء الجسدي على 4 أطفال ما زال وجدانهم قيد البنيان، غير مبال بأثر ذلك على حياتهم المستقبلية. اللي حصل، كنت نايم، اختي لقيتها بتتصل علي فجأة، الحق انه بتبص من الباب بتاعها اللي هو على الشارع، فشافت اللي هو ابنها اللي هو وابن اخويا اللي هو ان هو المتهم، ماسكهم في ايده وداخل بيهم على الشارع بتاعه، فقالت لي الحق شوفوا اللي هو فيه بالظبط، اللي هو المتهم ماسك الاطفال ليه واخدهم في الشارع بتاعه. نزلت اجري وكده، طلعت رحت الشارع، ما فيش حد في الشارع، ببص على الباب لقيت الباب مغلق مقفول بقفل. المهم فالبيت لي سور من الخلف، نطوا من السور من الخلف وكده، دوروا عليهم تحت ما لقوش، طلعوا على السلم فوق لقوا حاطط براميل على السلم، تمام، شدوا البراميل وكده، دخلوا لقوا المتهم بيرفع هدومه والاطفال كانت بتلبس هدومه. احنا كنا نلعب عند الدكان، راح هو قال لنا تعالوا، راح هاتوا الحبل، وراح قفل عننا بالقفل، وقال لهم قال احتوش هدومكم هذبحكم وارمكم في الزرع. كان يقول لنا ادخلوا جوا هات الحبل، يقفل عنا بالقفل، ويطلعنا نسكن من جبه، ويقول لنا اقلع هدومكم، لما قلعتوش هدومكم انا مصورنا، وكان على الفيديو، ولما جرتوش يقول لنا هرسركم للعيال، ويقول لنا لو قلت لابكم او لامكم او اي حد هذبحكم وارميكم في الزهر. مارس معاه مش زود والجنس وكده. طب هو قراني ده جيرانكم ولا جيراني؟ ويعني يعتبر امي من نفس العيله بتاعتهم. انا لما جيت طبعا لقيت الموضوع ماشي رسمي في القسم، فما طبعا لقيت اخوي مبلغ وعامل بلاغ وكده، فمشينا رسمي، كملنا رسمي في الموضوع. المتهم طبعا جري منينا وهرب وكده والكلام ده. انا اخذت الاطفال ورحنا لطبيب اخصائي جراحه عامه وجراحه اطفال. الطبيب قال لي ما تروحش على البيت، اطلع على مركز الشرطه اعمل بلاغ، الاطفال في اعتداء جنسي عليهم الاربعه، تمام، واداني تقارير، تمام، باللي شاف، تمام، بناء عليه رحت لمركز الشرطة عملت بلاغ. هدوم
النيابة تحفظت عليها وبعتها للمعامل الخاصة بالطب الشرعي في مصر، وجات النتيجة بتاعت حرز الملابس عليها أثار. يعني يعتبر كده المتهم ارتكب الجريمة بتاعته. ايه ذنبه دي؟ ايه ذنبه دي؟ ايه ذنبه ده يا نائب يا عامي وزير العدل يا اللي ماسك العدل في مصر؟ طبعا مسألة مخيفة، وزي ما بقول لكم هي زادت جدا في ذئاب بشرية، نعم في مشاكل اجتماعية، نعم في مسؤولية مجتمعية، في مسؤولية دولة، في مسؤولية عائلة، والناس تخلي بالها على أطفالها. الأطفال تحديدا الحوادث زي دي بتدمر الأطفال، بتنعكس على مستقبل الأطفال، على سلوك الأطفال، بتكسر العائلات. فعشان كده نتمنى الاهتمام بقى بهذه القضايا، ونتمنى كمان أن كل المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل أو مجلس النواب يهتموا بقضايا من هذا النوع. القانون وحده ليس كافيا، تغليظ العقوبة وحدها ليست كافية، لكن كمان لازم التفكير بشكل مجتمعي في ده. ودي واقعة تانية أيضا، طفل عنده 4 سنوات وأيضا تعرض للاغتصاب. الاعتداء الجنسي على الأطفال أصبح ظاهرة تطل برأسها من وقت لآخر، كان آخرها تعرض طفل بعمر 4 سنوات للاعتداء على يد أحد أقاربه بمحافظة الغربية. أنا يوم ما حصل كده في مروان أنا كنت راجعة تعبان، بعت مروان لوالدتي عشان ينادلها، راح مروان وقال لوالدتي تعالي كلم امي. جت والدتي وما جاش مروان، فبقول لها فين مروان؟ قالت لي مروان جه قال لي ومشي. قلت لها طب ما شفتوش وانت جايه؟ قالت لي لا. مفيش ثواني جه مروان يصرخ وبيعي، مالك يا مروان؟ احنا فكرنا عايز يدخل الحمام وعامل حمام ميه على نفسه. خديه يما ودخليه الحمام. دخلته الحمام عمال يصرخ ويعي، الولع عمال يعيط ويصرخ ومش قادر اللي هو حتى حد يغسله بمية. قال عمل فيه حاجة عيبة يا ماما. احنا كلنا كنا في ذهول ووضع مش مصدقينه من الوضع بتاع مروان اللي شفناه، هو جاي بيصرخ ويصوت ومش قادر يخش الحمام. يعني هو يخش الحمام كمان بيستغيث ان هو مش عارف يخش الحمام. ما كنتش انتظر ان طفل عنده 4 سنوات ان هو يغتصب بالطريقه دي، وبعدين حتى يعني بحق الانسانيه ان انا ما ينفعش ان انا حتى يعيط في ايديا يبقى عندي رحمه واسيبه. احمد عمل حاجه عيب. قلت له احمد عمل حاجه عيب. اه. وكنت بتعيط؟ اه. اللي يعمل كده في طفل، اللي يعمل كده يبقى عاملها مع كذا طفل قبل كده. انت قلت ان المتهم ابن اختك؟ اه. ابن اختي، حتى لو ابني، لو ابني هروح اسلمه بنفسي. يعني لو هو ابني وعمل كده في طفل هاخده انا وديه اسلمه بنفسي. انا دلوقتي ابني بيحب يلعب في الشارع، هلعب معاه بقى واقف جنبه في الشارع؟ عايز يروح عند سته يروح ازاي؟ عايز يروح الحضانه، دلوقتي هو جاي من الحضانه، هخاف عليه مثلا ان هو يقف في الشارع حد ياخده حد يعمل فيه حاجه؟ دلوقتي عايز يقول لي انا اروح عند سته، هخاف بقى اللي هو ياخده تاني من عند سته يعمل فيه كده؟ المرة دي ابن قام بسلام، المرة الجاية عشان يكتم نفس ابني يحط على دماغه مخدة يحط على دماغه حاجة نعمل ايه؟ جات من اقرب الناس فينا، الغراب هيعملوا ايه؟ بنشهد ان انا عايز ضبط واحضار اللي هو المتهم، لان ده ما عملش في ابني هيعمل في ابنك، هيعمل في ابني ده. احنا بس يعني عايزين قصص، مش مشكلة. انا لو ابني انا هموته، بس انا ما اقدرش اموت ابن غيري. طبعا دي نماذج لحوادث تحدث بشكل كبير، هدفنا
مش التعامل معاها زي صفحات الحوادث، لا، هدفنا هو ان نسلط عليها الضوء علشان دي قضية مجتمعية، كل بيت فيه اطفال والاطفال بيتعاملوا مع قطاعات وفئات مختلفة، الطفل لا يستطيع ان يدافع عن نفسه، لما تلاقي فيه زيادة في معدلات الحوادث هتنبه وهتقول تعالوا نناقشها مجتمعيا. زي ما بقول لكم في ثلاث مسؤوليات، المسؤولية العائلية، حاولوا الأطفال ما يبعدوش عن عينيكم، وحاولوا الأطفال يكونوا أصدقاء للأب والأم. لازم الطفل يقول للأب والأم إيه اللي بيحصل له في حياته اليومية وهو مش موجود في البيت، إذا كان بقى في مدرسة، إذا كان في دروس، إذا كان في ألعاب رياضية، في أي مجال يعني. كمان في جانب تاني، وطبعا في الأقاليم والمحافظات الأطفال اللي بيطلعوا يعني وفقا لطبيعة هذه المجتمعات وبيلعبوا في الشارع أو بيلتقوا في الشارع مع أصحابهم يعني. الجانب التاني المسؤولية المجتمعية، المجتمع ككل مسؤول عن حوادث من هذا النوع، ومسؤولية الدولة قانونيا وأمنيا في حماية الأطفال من هذه الظاهرة اللي بتتزايد بشكل كبير.